الوات تايب كوتشون. وزيد عد لون مجهد ديالي مادام عدلو مادام عدلو الليسين تاع محمد السادس الله ينصرو الله يعدلو الظهر ديال الليسين. علاش هذاك خلاوه مدسوس؟ يلا ما يمكنش. السلعه كاينه موجوده الحمد لله الله الخير ولا لا واش ايوا زوقوا الوجه وخلاو الظهر خالص ما يمكنش. حنا الطريق من تما كيفوتوا الوط علينا يفوتوا الوط يجريو ويطلعوا العجاجه في القبرات شوفوا داك الشيء هذاك عينا ما يمكنش اودي ما قديناش هذيك الغبره وداك الحنان نبغيو الصهد اليوم نبغيو نحلوا البيبان ودخلنا الهواء ما نبغيش ما نقدروش نحلوا الباب كثرة الخنس اي والله وما بقاش بزاف غير واحد الشويه اي والله انا بعدا وجعني قلبي ما قديتش ما نصبرش اودي لهاد المناكير ولا اله الا الله محمد رسول الله الله يهدي ما هو هذا جارنا اه جاري يسكن في دار حدايا السلام عليكم السلام ورحمة الله تعالى اجا لاباس 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 جاري الله لاباس عبد الرحيم بقيت على هادو هنا والو قلنا هادو هما لحقاش بادية منا واه منا غادي يطرق اسمح لكم شي حاجة واه واش تهضر مع لاباس شكون المشكل اللي واقع شريف؟ شنو المشكل اللي واقع هنا في الزقه ديالكم في الشارع؟ المشكل اللي واقع سيدي هنايا راهم من صوبوا هذه البلاصه راهم قطعوا الطريق ما الناس اللي يجيو فايتين من هنا ما يجبروا من يفوتوا هذه الاولى وثانيا من مره الزبال يجيبوهم من جهه اخرى ويديروها هنايا وثالثا حنايا كنا العجاج هنايا وكل شيء وما قديناش لهذا الشيء لهداهم الله يجيو صابوا لنا هذه وراهم صابوا كاع راها ولات الطريق رئيسيه ولا كيفوتوا هذا الطريق رئيسيه هنا راه يفوت الوطن ايوا هذا ما نقولوا ونطلبوا هذه المصلحه عامه ماشي غير لينا حنا ايوا صافي هذا الشيء اللي كاين السلام عليكم هذه خدمه هذه وهذا الحيط نتاع الدوله اللي راهم دايرينه ماشي اليني واش هذا هو هذه هي المدرسه نتاع محمد السادس اللي يديروها هكذا عيب واه باش ما بني كنت على دراري كنت فاكر راه بعدا راه طاح راه ديجا طاح على المره ونعاودو نتعمر مي انا نوثق على المره نتعمر طاح على المره الفات راه نقولها زايد طاح بالبيت سمعنا طاح بالبيت